عياد يوم العرب تعرف مناسبها من رسقة ومن تحوش النعم بيدها يوم الحرايب ما حد يا من عواقبها اليا تصدت لرسقة ومتفنيها امجاد الابطال وابو نصر معزبها يقدم عليها ليا ندم نديها ياخذ فناجي لعدوانه ويشربها ويغيب افعالها ويغيب طريها ويغيب افعالها ويغيب طريها قصايد المدح اللي مده مجنبها لو الهوى جي ستدفعني تواليها والناس لو كل ما ينقال يعجبها ما نقدوا في البيوت وفي معانيها هذي يقولون صح لسان كتبها هذي يقولون يقمح وجه راعيها وانا ترى قبل عوب ما يودبها الا مراجل بني عمي وسميها الا مراجل بني عمي وسميها فيهم تبجح وترقع لمرتبها وانا تبهبها في عيوني قليها يصدع الراس الاسوك من سبيبها واصحاب الابكار تتعب ما يسويها يا عنك ما قولها في غير واجبها ما تلتع عن الدار الا في مراعيها اتعب عليها وهندسها وركبها وانصبها راس نجميا ينجميها وانصبها راس نجميا ينجميها خطوه بلجن كل طالت راس كسبها واليا تقدم على الصعبات ينهيها عياد يوم العرب تعرف مناسبها من روسق ومن تحوش النعم بيديها لا ددال بح ما يسلم من يحاربها قبيلة العز حاضرها وماضيها يوم الحرايب ما حد يمنع عواقبها اليا تصدت لروسق ومتفنيها واليوم في الدولة اكبرين مناصبها مناصب الطيب لا يمكن تخليها وعياد الاسير بالفعل جايبها حتى نجوم السما صار متعليها يكعم رجال نتفتل في شواربها وبعض الشوارب على البداية وطيها اهل العطاء يا بمدته متعبها يخلف كبار الهقاوي عن هقاويها وحمول ربعه ليا ثقلت يقوم بها وجبال شمرخ عزومه ما تثنيها قبيلته ما يكفي عن مطالبها لو تطلبه من شراينه يلبيها وكل الوزن بعون الله قضيها يطلق مساجينها ويبر شايبها كل الوزن بعون الله قضيها مجمل عتيبه الهلا وطيبها جمايله فالقبيله كيف نحصيها حتى الملايين عنهم ما يشحبها يوم نظله ملايينه مخفيها امجد الابطال ابو نصر معزبها يقدم عليها ليا مدام ناديها ياخذ فناجي لعدوانه ويشربها ويغيب افعالها ويغيب واسمح لي يا جماعة الاسماء يا شطبة ما هو بوده لكن الفعل يلغيها في هجسة الشعر والامثال نضربها نجرح بها قلوب وقلوب نداويها واهل النواميس ما نقدر نعذربها حقوقهم ضمر رب البيت نوفيها في مشرق الارض ولا في مغاربها ما نبر الطيب ما تهدم بانيها قصايد المدح اللي مده مجنبها لو الهوى جي ستدفعني تواليها والناس لو كل ما ينقال يعجبها ما نقدوا في البيوت وفي معانيها هذي يقولون صح لسان كاتبها هذي يقولون يقمح وجه راعيها وانا ترى قبل عوب ما يودبها الا مراجل بني عمي وسميها الا مراجل بني عمي وسميها
يتعب ما يسويها يا عن كم قولها في غير واجبها ما ترتع الندار إلا في مراعيها اتعب عليها وهندسها وركبها وانصبها راس نجميا ينجميها وانصبها راس نجميا ينجميها طواب لجن كل طالت راس كاسبها وليا تقدم على الصعبات ينهيها عياد يوم العرب تعرف مناسبها مروس قوم انت حرش النعم بيديها لا جدال بح ما يسلم من يحاربها عز حاضرها وماضيها يوم الحرام قب ما حد يمنع وقبها اللي تصدت لروس القوم تفنيها واليوم في الدولة اكبرين مناصبها مناصب الطيب لا يمكن تخليها وعياد له سيرة بالفعل جايبها حتى نجوم السما صار متعليها يكعم رجال نتفتل في شواربها بعض الشوارب على البداية وطيها أهل العطاء يا بمدتها متعبها يخلفك بار الهقاوي عن هقاويها وحمول ربع أهلية ثقلت يقوم بها وجبال شمراخ عزومه ما تثنيها قبيلته ما يكفي عن مطالبها لو تطلبه من شراينه يلبيها كل الوزن فعون الله قضيها يطلق مساجينها ويبر شايبها كل الوزن فعون الله قضيها مجمل عتيبه الحلا وطيبها جمايله فالقبيله كيف نحصيها حتى الملايين عنهم ما يشحبها يوم ان غيره ملايينه مخافيها امجاد الابطال ابو نصر معزبها يقدم عليها ليا نادى مناديها ياخذ فناجي لعدوانه ويشربها ويغيب افعالها واسمح لي يا جمع الاسم يا شطبة ما هو بوده لكن الفعل يلغيها في هجسل الشعر والامثال نضربها نجرح بها قلوب وقلوب نداويها واهل النوامي سما نقدر نعذربها حقوقهم بمر رب البيت نوفيها في مشرق الارض ولا في مغاربها ما نبل الطيب ما تهدم بانيها